بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي احط العلامات في المشروع. هفتح مثلا المشروع دوت وهبدأ احط علامات الاساين، اقول له فايل واقول له امبورت واقول له سينكرو بروجكت، واختار الملف دوت. هتلاقي ايه اسفل الفيديو في الديسكريبشن، بقول له ماشي نيكست، امبورت كله، سيلكت اول، فينش. فيبدأ يظهر لي العلامات ديت. دي اقدر انسخها احطها جنب المكان اللي فيه المشكله، اقدر اعمل له اساين لواحده من دول مثلا للتاسك ديت، بحيث انها تفضل مخفيه لحد ما التاسك يبدا، ولما تنتهي التاسك ابدا اقول له اخفي دي او اظهر ديت. تمام، انا اعلم عليها واعلم على التاسك اللي انا عايزها واقول له اساين تو سيلكت تاسك، فهي تبقى مرتبطه بالجدول الزمني دوت، بحيث انها ما تظهرش غير لما يكون عندي التاسك ده بدا يشتغل. اساين تو سيلكت تاسك. تمام، لما تيجي تعمل زوم كده على العناصر ديت بتلاقي مثلا حاجه، مثلا حاجه بالانزلاق، حاجه كهرباء، في مشكله، خلي بالك المنطقه دي محظوره ان انت تدخل فيها. فالعلامات دي كلها سهل ان انت تحطها جنب الشغل بتاعك وتربطها بالتاسك بحيث تظهر وتختفي معايا. طيب لو انا عايز انسخ حاجه اجي كده اعمل سيلكت عليها واقول له كوبي، وبعد كده اجي في مكان تاني اقول له بيست. تمام، بيقول لي اساين للريسورس، ممكن تشوف ريسورس موجوده او تعمل ريسورس جديده او نو اساينمنت. طيب عايز انقلها، فهقول له ايه كنترول بي، فبيبدا يديني الايقونات ديت، فاقدر انقلها لاي مكان عايزه، شوف المكان اللي فيه مشكله وابدا احط العلامه دي جواه بالشكل ده.